صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله. شهر رمضان يا حبايبي بيجي مرة واحدة في السنة، لكن تقدر حضرتك تعمل شهر رمضان ده بثواب 100 شهر في السنة الواحدة لما تطعم حضرتك أو تفطر 100 صايم معاك. ربنا عجل علمنا ده، إنك لما بتفطر صايم بتاخد مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. مدوا إيديكم بالخير يا إخواننا الإفطار الصائمين، علشان نقول لكل محتاج والكل فقير إحنا معاك. صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إحنا لسه مع أهل الخير وفقرة أهل الخير مع جمعية البر والتقوى المركزية المصرية. يعني إحنا في فقرة الخير وإحنا في العشر الأواخر وأيام العتق من النار، من احلى الحاجات اللي ممكن تعملها جبر خاطر تفرح ناس العيد جاي عليهم في ايام زي دي، نفسهم ولادهم يلبسوا لبس جديد حتى لو احنا في ايام ما حدش بيخرج فيها، بس كفايه الفرحه، نفسهم في لقمه كويسه اول يوم العيد، في ميه يبقى عندهم ميه بدل ما يسافروا بلاد. جبر خاطر، اصل جبر الخاطر ده بس مش اللي انا افرح حد اديله صدقه او لبس عيد، لا ده انواع الخير كتير وابواب الخير كتير قوي. عشان كده النهارده هنكلمكم عن ابواب خير كتير قوي قوي مع شيخنا الجليل الدكتور محمد العربي، عضو مجلس اداره جمعيه البر والتقوى المركزيه المصريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك مشرفنا ومنورنا دايما. اهلا وسهلا بكم وسائر المشاهدين والمشاهدات في كل زمان ومكان. ربنا يكرمك. احنا في العشر الاواخر والنهارده ليله وتريه وليله القدر، واحنا بنقول ان الوتريه دي ممكن يكون فيها ليله القدر. ازاي انا يعني أحب عملي يعرض إلى الله عز وجل في ليلة مباركة زي دي؟ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب قلبي سيدي محمد بن عبد الله عليه وعلى من ولاه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام كمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته السحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت، أما يجيب المضطر إذا دعاه، على آله وصحبه وسلم. يعني حقيقة ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا وأوصلنا إلى هذه الأيام، الأيام العاشرة الأواخر من رمضان، اللي هي بمثابة الجائزة الكبرى في هذه الأيام، وفيها ليلة عظيمة جعلت العبادة فيها تعدل 1000 شهر، يعني حوالي 85 سنة. يعني كل عمل، تخيل حضرتك، كل عمل صالح يعمله الإنسان يعدل ثواب عمل 85 سنة. ما شاء الله. لفضل هذه الليلة ومن ثم فضل هذه الأيام المتواترات، ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها عند بعض العلماء، أقسم بهذه الليالي والفجر والليالي العاشر، وخصوصيتها في أنها فيها ليلة عظيمة سماها الله ليلة القدر ووصفها بأنها ليلة مباركة. لماذا ليلة مباركة؟ فيها يفرق كل أمر الحكيم. يعني إيه بقى يفرق كل أمر الحكيم؟ نعم، المعنى بيفهم في السورة الثانية التي سميت باسمها إن أنزلناه في ليلة القدر، أي يقدر فيها أقوات العباد ومصائر العباد وأمور العباد ومستقبل العباد ومآل العباد ومعاد العباد في هذه الليلة. طيب، شقي أو سعيد، مطرود أو محروم، له حظ من الثواب والنعمة أو ليس له حظ من الثواب والنعمة، فيها يفرق كل أمر حكيم. عندما نتأمل هذه العاشرة الأواخرة وحال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأواخر، كان النبي كما أثر عنه إذا أقبل العاشر شد مئزرة الجد والاجتهاد، وأحيا أيقظ أهله المشاركة التربوية وأحيا ليلة. ليه بقى شد مئزرة؟ احنا كلنا حاليا بنشغل نفسنا وبنشوف بقى كتابات على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي والواتساب، هذه الليلة وترية يبقى إذن هي ليلة القدر. لا، احنا مش عاوزين نشغل نفسنا هذه الليلة أو الليلة التي تليها، نشغل أنفسنا
بالعمل الصالح في هذه الليلة. فعل الخير. ما يهمنا، ما يشغلنا في هذه الأيام، العمل الصالح في هذه الليلة. عمل صالح إطعام، عمل صالح ثواب نقدمه، صدقة جارية، عمل صالح ملابس نعطيها ليتيم، عمل صالح إطعام طعام، عمل صالح عيادة مريض، عمل صالح كلمة طيبة، صحيح. عمل صالح بسمة نوجهها، أو بسمة يعني تبسم بها الإنسان إذا لم يجد فهي له صدقة وتعدل ثواب 85 سنة يتصدق فيها الإنسان. صحيح. أيضا لا بد أن نكثر من 3 أدعية في هذه الليالي. الدعاء الأول اللي علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: رأيت إن وافقتها ماذا أقول؟ قال: قولي الدعاء الجامع: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الدعاء الثاني: اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية المولى سبحانه وتعالى. الدعاء الثالث: اللهم اجعلنا ممن أدركوا ليلة القدر وغفرت لهم في ليلة القدر. اللهم أمين. عاوزين نتعلم 3 أدعية دولة. صحيح. بداية من اللحظة اللي احنا فيها، ونردد هذه الأدعية طيلة هذه الأيام والليالي، علنا أن نكون ممن أدركناها ولو لم نعلم. صحيح. لا يشترط أن تعلم أنك أدركتها أو لم تدركها. طيب حضرتك قلت الليلة دي بيكتب فيها إذا كان الإنسان هيبقى شقي أو سعيد. نعم. يعني ممكن أنا أكون مكتوبة عند ربنا عز وجل من الأشقياء والعياذ بالله، وبعدين أعمل عمل خير أبقى من السعداء؟ طيب هو إحنا كده هندخل في قضية شائكة بقى، قضية التخيير والتسيير. الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا إلا إذا كان في سابق علمه أن هذا العبد سيصل إلى هذا الشيء. هي القضية في علم الله سبحانه وتعالى، في غيب الله سبحانه وتعالى. ولا أشغل بالي بقضية يعني شقي أو سعيد، وإنما أشغل بالي بما كلفت به. أنا كلفت بالعبادة وكلفت بالطاعة، شقي أو سعيد عند المولى سبحانه وتعالى. في إنسان بيبقى مثلا بيقول أنا عندي ذنوب كتير قوي، وأنا عايز أكفر عن ذنوبي دي بصدقة أو إطعام طعام أو أيا كان فعل الخير، بس أنا حاسس أن أنا من الأشقياء مش من السعداء، فممكن أن أنا أكفر عن ذنوبي دي وكتب من السعداء في الليلة دي أو الليلة دي عند ربنا عز وجل؟ يعني إحساس أنك من السعادة ليس كافيا أن يدخلك الجنة، وإحساس أنك من الأشقياء ليس كافيا أن يطردك من رحمة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نحسن الظن بالله. صحيح. أنا عند ظن عبدي بي. صحيح. وأنا معه إذا ذكرني. ما الذي جعل السيدة مريم عليه السلام تخرج إلى الناس بسيدنا عيسى وليس له أب معروف بين الناس؟ إحسان الظن بالله. صحيح. ما الذي جعل سيدنا إبراهيم عليه السلام يثق في نجاته وهو في النيران؟ إحسان الظن بالله. ما الذي جعل سيدنا يونس يردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا وأنه واثق من أن الله سينجيه؟ وحسن الظن بالله. يبقى حسن الظن مقوم أساسي خاصة في هذه الأيام. صحيح. ربنا يكرمك. طيب دلوقتي الناس اللي بتبقى عايزة تعمل خير في رمضان ولا كان عارف ان الأجر مضاعف، دايما الناس بتركز في موضوع ان انا ادي صدقة مال او ادي صدقة اطعام طعام او سقي ماء، لكن في نوع من انواع الصدقة حضرتك كنت بتكلمني عنه وهو اللي انا أستر مؤمن، يعني اللي انا اعمل له حاجة تستره في الدنيا. احنا كلنا بنقول يا رب استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، فلما نستر حد في الدنيا دي برضو نوع من انواع الصدقه. بس في ناس بتقولك لا يعني انا مادي فلوس احسن، فحضرتك قول لنا هل في فرق بين الصدقات لو انا عملت ستر المؤمن ان انا اعمل له سقف بيت او اعمل له بيت كامل؟ طيب انا بس أصل للاجابه دي قبل ما اجاوب. الصدقات كلها في ميزان حسنات العبد طالما كانت النيه خالصه لوجه الله، طالما كان العمل موجه في سبيل الله. صحيح. لا يراد به مصلحه دنيويه. الناس اللي هم بيقولوا في اول رمضان احنا مش هنطلع زكاه دلوقتي، هنخليها للعشر الاواخر من رمضان، لا، من يضمن انك ستعيش الى العشر الاواخر؟ احنا مش عاوزين نعمل زي اخوه يوسف عليه السلام وتكون من بعده قوما صالحين، لا، عاوزين نبادر الى الزكاه وبالصدقه في اول ايام رمضان، وتظل ولو صدق قليلة طيلة أيام رمضان. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتسقيف البيت، أيهما أفضل، تسقيف البيت ولا سقي المياه ولا إطعام الطعام ولا إن أنا أعطي دواء للمريض ولا أي هذه الصدقة؟ صحيح. ناس كثيرة بتسأل السؤال. صح. أفضل الصدقة ما وافق حاجة المتصدق عليه اللي هو محتاجه. صحيح. يعني أنا دلوقتي لو على نهر جار وعندي واحد هيموت من الجوع، الافضل ان انا ادي له ميه ولا ادي له طعام؟
طعام صحيح. يبقى إذن ما وافق حاجة المتصدق عليه. ولذلك الحديث لخص هذه الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم صدق سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. ما شاء الله. يبقى إذن على ظمأ، لأنه تبريد الأكباد وسقاية الظمآن أفضل الأعمال على الإطلاق إذا وافقت حاجة المتصدق عليه. طيب، تسقيف البيوت، جماعة البر والتقوى لها هدي طيب في الكلام ده، صحيح. اللي احنا بنسميه ثالوث الخير أو مثلث الخير. مثلث الخير بيقوم على أضلاع ثلاثة. الضلع الأول تسقيف البيوت، الحياة الكريمة، الحياة الآمنة، صحيح. لا يشعر الإنسان بالأمن والأمان إلا إذا كان في بيته. ربنا سبحانه وتعالى لما يعني أوجب على الناس أداء الفريضة الخامسة في الإسلام وصف هذا المكان الذي تؤدى فيه هذه الفريضة بالبيت، البيت الحرام، البيت العتيق، ونسبه إلى ذاته وخاطب الخليل إبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يبقى البيت الآمن، تسقيف البيوت، الحياة الكريمة اللي احنا بنهدف إليها جمعية البر والتقوى، بتجوب محافظات كثيرة وليها أنشطة واسعة، صحيح. في يعني تأسيس البيوت، تأسيس البيوت أو إعادة تأهيل البيوت، تسقيف البيوت. كمان أصحاب البيوت دولة اللي هم العمالة غير المنتظمة أو العمالة المؤقتة أو اللي مالوش شغل بيشتغل في بيته، يشتغل في بيته الشغل بيكون على أتم ما يكون، صحيح. وبياخد ثواب، ياخد أجر، وثالثا بياخد نظير عمله. يبقى احنا كده بنكمل ايضا مثلث الخير، صحيح. هو عماله غير منتظمه، ياخذ اجرا وثوابا وياخذ راتبا نظير الاجر. واللي عرفه كمان لجماعه البر والتقوى، لو هو يعني ما عندوش اكل بطريقه منتظمه في البيت او كده، بيجي له الوجبه او بيجي له شنطه كل شهر بده. ده بالنسبه بقى لاحد اضلاع المثلث اللي هو اطعام الطعام. اطعام الطعام زي ما احنا شفنا وعرضنا فيديوهات كثيره مطبخ الخير بتاع جمعيه البر والتقوى، ازاي بنمد يعني هؤلاء المحتاجين، الاسر المحتاجه، بالوجبات الساخنه، صحيح. سواء كان في البيوت، سواء كان في الطرقات، سواء كانوا مسافرين. يبقى إذن موسوعية عمل الخير لأهمية ثلاثة أضلاع، ثلاثة أضلاع لها أهمية: تسقيف البيوت، الحياة الكريمة، إطعام الطعام، والله قد امتدح مطعم الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولما ربنا من أهل الجنة يعني امتن عليهم أيضا بالطعام، امتن عليهم باللحوم وبالفواكه وبألذ الأطعمة وبأطيب الأطعمة على الإطلاق، صحيح. بيجي الضلع الثالث اللي هو آبار المياه. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيبتلي الناس في أوقات كثيرة. إحنا في وقت ابتلاء ووقت أزمة، كل الناس بتعاني والعالم كله يعاني، صحيح. وتظهر المعادن ساعة المعاناة. إحنا شفنا يعني بعض الدول ينظر إلى بعض الدول بعين الشفقة ورأفة دلوقتي، وبعض الناس ينظر إلى بعض الناس بعين الشفقة ورأفة. ليه بقى؟ أصبح الكل خائف وأصبح الكل مصاب، أصبح الكل خائف ما بين خوف من المرض والموت وخوف من الجوع، صحيح. طيب الحل أن نعود إلى الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، صحيح. طيب كيف أعود إلى الله؟ أن أصل الفقير وأن أصل المحتاج. لما بنقول البر والتقوى، يعني عملين وصفتين من صفات يعني أهل الخير، صحيح. ومن صفات أناس اختصهم الله سبحانه وتعالى، صحيح. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، صحيح. والمتقي في معية الله. يبقى إذن واسطة البر والتقوى المحبة، صحيح. محبة الناس الذي تجعلك محبوبا إلى الله، صحيح. محبة الفقير والمحتاج، وما تتصدق به هو الباقي لك، صحيح. لأنه في الحديث جاء يعني أن ابن آدم، أن الإنسان يقول: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. الصدقة هي البقية. لو أنا يعني جبت طعام بالشيء الفلاني وهدوم بالشيء الفلاني وعملت صدقة بشيء قليل، الصدقة هي البقية، صحيح. وهي في ميزان حسنات العبد، صحيح. وتثقل ميزان حسنات العبد. حضرتك احنا عندنا 60 فائدة للصدقة، لما بنقول يا إخواننا إحنا بنشحذ الهمم في هذه الأيام، 10 أيام اعمل فيهم كل يوم صدقة، صحيح. ولو صدقة بسيطة. حضرتنا 85 سنة يعني 85 سنة تصدق، 85 سنة طاعة،
85 سنة تعلق، 85 سنة حب، 85 سنة إسعاد للناس، 85 سنة جبر الخواطر، 85 سنة قضاء للحوائج. لأنه جبر الخواطر والله ما عبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر. صحيح. حضرتك ممكن تعملي خدمة لواحد أو واحدة ما تعرفهاش، فتظل يعني مدينة لك، وتظل ماسلة أمامك لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يرد لك هذا الفضل في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله. كلنا كده يعني، فجأة الواحد بيلاقي نفسه في مأزق أو في أزمة أو في ساعة ابتلاء، ويد تمتد لتنتشله من هذه الأزمة ومن هذا الظرف. تفريج الهموم. تفريج الهموم. لأنه يعني الله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. أن يتعلم الإنسان أن يثق بربه وأن يتوكل عليه، وأن يتعلم أيضا مفهوم الاستغناء عن رفاهيات. صحيح. إحنا حاليا لازم نعلم نفسنا ونعلم أولادنا في أشياء ليست بالأساسية نستغني عنها. طيب أنا بس يعني هاخد من كلام حضرتك، هيبدو أن نعلم ولدنا، إحنا كل يوم في ملكين بينزلوا بيقول اللهم أعطي منفقا خلفا. فأنا لو يعني حضرتك قول للأبهات والأمهات كده، لو كل يوم خليت ابني حط من مصروفه جنيه واحد في حصالة صغيرة كده وتبرع بيها في آخر الشهر لقريبه لصلة رحمه لجمعية البر والتقوى، هو هيتربى في قلبه ايه؟ ما حضرتك تتكلم عن موضوع المحبة، فده بيربي في قلوبنا المحبة. فحضرتك قول لهم كده ازاي يربوا في قلبهم محبة الغير وقبلها محبة ربنا عز وجل. والله أنا أشوف هقول لحضرتك أنه في عندنا التربية بالقدوة. يعني أولادي لما بيشوفوني أصلي هم تلقائيين هيصلوا. صحيح. حتى لو صغار هيؤدوا نفس الحركات اللي أنا بأديها ولو لم يعلموا ماهية الحركات دي. صحيح. لو شافوني أنا بأواسي الفقير وأواسي المسكين وأتصدق في الشارع، هو تلقائيا لما يشوف حد هيقول لي إحنا في واحد هو محتاج صدقة، محتاج طعام، محتاج ملبس. صحيح. لأنه أصبحت يعني هذه العادات أصبحت عبادات فطرية، يعني يشعر بالذنب لو تركها. فتعليم الأولاد شيء أساسي وتثاب عليه. صحيح. وإذا مات ابن آدم في الحديث انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صحيح. إحنا عاوزين نبذل كل ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قلت يعني حضرتك عندك وسع مادي، وأنا شفتك بتطلعي مبلغ قدره، أو يعني بتتصدقي بثياب أو يعني ما لا أستطيع أن أتصدق به، هل معنى ذلك أنني أكف عن التصدق ما تصدقش؟ لا، أنا أتصدق قدر استطاعتي. صحيح. الإنسان كل يوم من النهاردة يجعل لهذا اليوم صدقة، كل يوم له صدقة. طب والصدقة معها صلاة. صحيح. والصلاة معها قرآن، والقرآن معها تسبيح، يعني رب تسبيحة جعل لها ألف ثواب وألف أجر في هذا اليوم. صحيح. والتسبيح معها دعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك الحسنى وزيادة، اللهم اجعلني ممن بلغتهم ليلة القدر وغفرت لهم في هذه الليلة. طيب. لأنه هي أيام طاعة وليالي طاعة أيضا. صحيح. طيب حضرتك قلت كده يعني حديث علم ينتفع به، ده من الصدقات الجارية. نعم. من أجمل الحاجات اللي بتعملها البر والتقوى من الصدقات، بيعملوا ذو حفظ قرآن، يعني بيربوا. أنا بيعجبني الفكر اللي قدامي، يعني أنا شايف جيل بربيه على حب ربنا عز وجل، فبيعملوا ذو حفظ قرآن، وبيجيب لهم علماء كل أسبوع أو كل شهر يعلمهم سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فدي من أحسن الصدقات، يعني أنا بالنسبة لي ده من أقرب الصدقات اللي شفتها لقلبي. دار حفظ قرآن تعلم ولادنا مين ربنا عز وجل سبحانه وتعالى، ويعظموا ربنا في قلوبهم، وكمان يعرفوا سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفكر نفسه اللي أنا عمل ده خير كبير قوي. فحضرتك اللي بيتصدق ممكن يتصدق في حاجة زي دي وعلمه ينتفع به، يعني هو علم علم، فأعتقد اللي ده برضو صدقة جارية. هو جامعة البر والتقوى ليها هدي جميل وهدي طيب في الموضوع ده فيما يتعلق بالصدقات. يعني بعض الناس بيقول إيه؟ أنا عاوز أعمل الصدقة بتاعتي في سقيا المياه. بعض الناس يقول أنا عاوز أعمل الصدقة في تسقيف البيوت. بعض الناس بيقول الصدقة بتاعتي في إطعام الطعام، أو الصدقة بتاعتي لشفاء المرضى.
أو تحفيظ القرآن أو كفالة اليتيم أو زواج اليتيمات، يبقى إذن الجمعية بتفتح لك أبواب الخير. صحيح. أبواب الخير، وأبواب الخير لا تنقطع ولا يعني تحصر في باب واحد. زي ما احنا قلنا الحديث لما دخل سيدنا معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي والله إني لا أحبك يا معاذ. لا يحتاج النبي أن يقسم، ولكن ليبقي المحبة ماثلة في قلب معاذ. قال له هل أدلك على أبواب الخير؟ يبقى إذن الخير ليس له باب واحد. صحيح. والجنة ليس لها باب واحد. صحيح. قال هل أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يبقى إذن يعني اعمل لنفسك واعمل لما بعد موتك. صحيح. لأنه إذا لم يجد أبناؤك أنك قدوة لهم في حياتك، صحيح، لن تكون قدوة بعد مماتك. صحيح. يعني هم شافوك بخيل، وشافوك لا تتصدق ولا تعطي محروما ولا مسكينا ولا سائلا، ولا تكفل يتيما ولا تكفل أرملة، ولا تسعى في صلح بين المتخاصمين، لن يترحموا عليك بعد وفاتك. صحيح. وإذا من الواجب أن تقدم لنفسك في حياتك، وأن تعلم أبنائك أيضا العمل الصالح وقيمة العمل الصالح. كان أحد الأغنياء كان يعني في قمة الثراء، وبلغوه كشفوا عليه الأطباء، فبلغوه أنه هو مصاب بالسرطان، شفى الله كل مريض يعني بحق هذه الأيام، ودفع عنا جميعا سيء الأسقام. فقالوا له أنك أنت مش هتعيش أكثر من 7 شهور. طبعا أفاق يعني بعدما كان مترف وفي النعمة ولا يشعر بأحد، بدأ يوظف كل الأموال بتاعته في مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكأن هذه تذكرة من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. إن الأموال دي هي نعمة، وقد تكون أيضا زي يعني الأيام اللي احنا عايشينها. الأيام اللي احنا عايشينها. في بعض الناس معها أموال لكن لا تستطيع أن تتمتع بالأموال بتاعتها. وبعض الناس تنتظر مد يد المعونة ويد العون. لأنه كما قلت يعني نحتاج إلى أن نشعر بالآخرين. صحيح. وعلة الصيام، لماذا فرض الله الصيام علينا؟ لم يفرض الله الصيام للجوع والعطش، وإنما ليشعر الغني وهو الذي يملك الأموال أن هناك فقير يحتاج إلى الماء. وفي ناس يعني بيفضلوا 2 و3 و4 و5 ما فيش أكل بيخش بيوتهم. والله شوف حضرتك، إحنا بعض الحالات اللي إحنا رحنا لها وصبرنا معاها، لما بنسألها على بتاكلي لحمة كل قد إيه، بتقسم إنها ما بتشوفش اللحمة إلا كل سنة. تخيل حضرتك، يعني أبسط الأشياء تعتبر يعني ومن الأساسيات ما بتشوفهاش إلا كل سنة. صحيح. فربنا لما بيقول لنا الصيام ليشعر الغني بمعاناة الفقير. صحيح. معاناة الإطعام ومعاناة الكساء ومعاناة الماء ومعاناة البيوت أيضا. فعلشان كده لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. المسألة كل شيء، المسألة في الطعام، المسألة في الشراب، المسألة في الثياب. لو عندك يعني احنا عندنا الدواليب بتاعتنا فيها هدوم. صحيح. كثيرة ما بنستخدمهاش. صح. بنفضل نبص عليها ما بنستخدمهاش. طب لماذا؟ طب ما نتصدق بيها، أفرح بيها مسلم. نعم، أفرح. صحيح. بيها إنسان. صحيح. محتاج. طفل، طفلة، يعني شاب، رجل كبير مسن، امرأة عجوز، ويظل لي الثواب. صحيح. لانه يعني ربنا سبحانه وتعالى ميزه الصدقه وفائده الصدقه انه ربنا بينميها لصاحبها. صحيح. يعني من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا. يعني من تصدق بعدل تمره من كسب طيب، حاجه بسيطه جدا، ولا يقبل الله الا طيبا، فان الله ينميها لصاحبه حتى يراها مثل جبل احد، حتى يراها مثل جبل أحد. تخيل حضرتك الحاجة البسيطة اللي انت شايفها بسيطة ولكن بنية جدا صالحة. أوه. ربنا سبحانه وتعالى عظم منها وضاعفها. يعني احنا كده ممكن نتصدق في كل أبواب الخير. إطعام طعام، سقي ماء، ستر مسلم، جبر خاطر ابتسامة. فإحنا أبواب الخير كتير، وربنا يعني موسع علينا في كل الأبواب دي الحمد لله. طيب إحنا بس عايزين نتكلم على تثبيت رجل المسلم على الصراط. يعني أنا بثبت على الصراط لما ساعد مسلم تاني. فدي كان من أجمل الحاجات اللي أنا سمعتها، اللي هو لما أقضي حاجة مسلم واسعة فيها أثبت على الصراط. يعني أنا كده عملت أعظم العبايات، جبرت خاطر وابتسامة يتيم أو أرملة، وكمان ثبت يوم القيامة على الصراط. هو دي من فوائد الصدقة. الصدقة لها 60 فائدة،
60 فائدة، عاوز كل واحد بيشوفني يركز في الكلام، 60 فائدة. أنت بتمتثل لأمر الله في الصدقة، ربنا هو اللي امتدح المؤمنين، قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أنت في ظل صدقاتك يوم القيامة، المرء في ظل صدقاته يوم القيامة. أنت عاوز تعمل لما بعد، عليك بالصدقة، وعليك بتكثير الصدقة، وعليك بإخلاص النية في الصدقة. الصدقة تنجيك من ظلمة القبر. سبحان الله. لو أنت خايف من عذاب القبر، لو أنت خايف من ظلمة القبر، عليك بالصدقة. الصدقة يعني صدقة نجاة. صدقة نجاة وصدقة من جاه. وأيضا الإنسان يعني المتصدق يخلف الله عليه ويوفيه الله أجره، لأنك مستخلف في ماله، والله هو الذي أمرنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ربنا يكرمك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. كان معنا دكتور محمد العربي، عضو مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المركزية، ويا رب دايما مع أهل الخير وفعل الخير، وأشوفكم دايما على خير في شهر الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.